اللغة العربية للصف السادس الإعدادي الوحدة السابعة حقوق الطفل. التمهيد: الطفل جزء من المجتمع الإنساني وهو أساسه الذي يرتكز عليه، لأنه المستقبل الذي تتوقف عليه آمال الوطن وطموحاته في أبنائه البناة له. ومن المجدي جدا أن يرعى الطفل رعاية خاصة من أجل بنائه بناء سليما بدنيا وعاطفيا ونفسيا، لكي نضمن مستقبل الوطن ومن أجل مجتمع تسوده المحبة والاحترام ويخلو من الأمراض بكل أشكالها. المفاهيم المتضمنة: مفاهيم اجتماعية، مفاهيم نفسية، مفاهيم دينية، مفاهيم لغوية، مفاهيم أدبية، مفاهيم نقدية. ما قبل النص: هل تترتب آثار بدنية على العنف الذي يتعرض له الطفل؟ الدرس الأول: المطالعة، تعنيف الأطفال. يعد العنف بمفهومه العام أمرا مرفوضا في المجتمع الإنساني، ولكنه ظاهرة تفرض نفسها على الواقع فتحدث ولها آثارها. والعنف عادة يكون باللوم والتقريع، لكنه اتخذ أشكالا أخرى أبرزها وأكثرها تأثيرا بالشخص المعنف: العنف الجسدي والعنف النفسي. أما داخل الأسرة فلا يقتصر العنف على الشكلين السابقين، فقد يكون أيضا من أشكاله السيطرة وفرض الرأي على الأبناء بطريقة حادة تخلو من النقاش والحوار حتى تصل إلى مرحلة الإكراه والتعصب، والتمييز بين الذكر والأنثى، وإنشاء المقارنات بين الشخص المعنف وأقرانه من أخوته أو المحيط، ولومه على كونه لا يتمتع بما يتمتعون به من سمات أو مميزات. وهذا يعد جهلا من الآباء، فالأبناء أبناء زمن آخر ولكل زمن مقتضياته. ونعم القول ما قاله الإمام علي عليه السلام في هذا المقام: لا تقصروا أولادكم على آدابكم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. إن النظريات التي فسرت ظاهرة العنف الأسري متعددة، لكن البيئة الحاضنة للفرد هي المؤثر الأول في سلوكه، فهو يتأثر بمحيطه وبالأسرة والمجتمع، ومن ثم تتشكل لديه أفكار ويتبنى معتقدات معينة تدفعه نحو التصرف على نحو عنيف داخل أسرته، لا سيما مع أطفاله. ويتخذ بعض الأشخاص سبل العنف تجاه أطفالهم، سواء كانت بهدف تأديبهم بحسب اعتقادهم، أو لأنهم يضعون حجة تعرضهم لضغوط حياتية تجعلهم يفقدون السيطرة والتحكم في أعصابهم. وبئس الفعل هذا لما يتوقف عليه من آثار كالكراهية والنفور وتفكك الأسر. الأمر المؤكد أن العنف مرفوض تماما تجاه الأطفال مهما كان نوعه أو حدته أو تكراره. وهناك أساليب كثيرة تؤدي إلى تعديل السلوك دون ما أي إساءة توجه إلى الأطفال، وهناك آثار من المتوقع حدوثها عند تعنيف الطفل جسديا ونفسيا وظهورها بالمستقبل، ومنها حدوث كدمات وجروح، وربما يتعدى الأمر ذلك ويصل إلى حد الكسور أو النزف أو الإغماء. ربط الأطباء ما بين العنف الجسدي الواقع على الأطفال وإصابتهم بالمستقبل عند بلوغهم سن المراهقة والشباب بالتهابات في المفاصل والربو والمشكلات القلبية والقولون العصبي ومشكلات في المناعة، وربما يتطور الأمر إلى إدمان المخدرات والكحول، ومن ثم تدهور الصحة الجسدية لديهم على نحو كبير. صعوبات مرتبطة بالصحة النفسية والعقلية مثل الإصابة ببعض الاضطرابات السلوكية والنفسية ومشكلات في الذاكرة والتركيز وضعف في اتخاذ القرارات وإيذاء الذات أو المحيط. تحول هذا الطفل إلى راشد يسيء إلى أطفاله ويعنفهم تماما بالطريقة نفسها التي عنف بها يوما ما. ومن الجدير بالذكر أن الطفل المعنف يتحول إلى شخصية منطوية على ذاتها وغير واثق بنفسه، قليل الكلام، سريع البكاء والغضب، فاقد الإحساس بالأمان والاستقرار الأسري، وربما يدخل باضطرابات نفسية مثل اكتئاب الطفولة والقلق وانخفاض مفهوم الذات ومشكلات تظهر بالمدرسة. فمن الممكن أن يتأثر تحصيله الأكاديمي ويعاني ضعفا في إنشاء العلاقات، ولا بد أن يتخذ الطرف الآخر الإجراء المناسب لعلاج العنف ووقفه، وعدم السماح له بالاستمرار بذلك السلوك تجاه الطفل بحجة أنه والده ووالدته.
لأن العنف لا يسوغ أبدا ولا حبذا هو، ومن المعلوم أنه سيؤدي إلى تفكك الأسرة وتشكيل أفراد يمارسون العنف الذي سينقلونه إلى المجتمع، ومن ثم يهددون الأمن المجتمعي. ولكي نعالج هذه الظاهرة لابد أولا من اتباع سبل الوقاية للحد من حدوث هذا النوع من العنف، ويتمثل الأمر بالآتي: القيام بحملات توعوية تحتوي على برامج خاصة تحذر أخطار العنف تجاه الأطفال وتذكر بالقوانين والتشريعات المتعلقة بحماية الطفل والأسرة، عقد دورات للمقبلين على الزواج بهدف تهيئتهم للحياة الزوجية وتبني لهم أسسا وقواعد تحافظ على تمسك أسرتهم وتكسبهم بعض الخبرة في حل المشكلات التي من المتوقع أن تحصل بينهم أو من الممكن أن يواجهوها مع أطفالهم في المستقبل. ويمكن في حال تعرض الطفل للتعنيف أن تتخذ إجراءات لعلاج هذه المشكلة المؤلمة وتخطيها، ومنها أول خطوة نحو العلاج هي وقف الاعتداء والعنف الذي يتعرض له الطفل وإحاطة الطفل بقدر كبير من الحب والحنان، وهذا ما توصي به الدراسات الحديثة، بينما جاء ذلك عند العرب في ظل حضارتهم الإسلامية التي سبقت المواثيق الدولية الحديثة بقرون. فقد أكد الإسلام هذه الحقيقة وأوصى بالطفل خيرا وقدم نصائح وإرشادات في تربية الطفل، ومن ذلك تقبيل الطفل، والروايات بينت نتائج التقبيل من باب حث الناس على تربية صالحة وأسرة متماسكة بالحب والاحترام والرفق والشفقة، فبينت أنه تكتب له حسنة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قبل ولده كتب الله له حسنة وتكتب له درجة في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا القبلة لأولادكم، فإن من قبل ولده كانت له درجة في الجنة. والبر بالطفل، فقد روي في الحديث: بروا أولادكم وأحسنوا إليهم فإنهم يظنون أنكم ترزقونهم. وفي حديث آخر: من فرح طفلا فرحوا الله. وإدخال الفرحة على الطفل بطريقة مادية وطريقة معنوية كالكلمات الطيبة، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على رؤوس الأطفال، وفي ذلك تأثير نفسي يبعث الراحة في نفوسهم. بل أكثر من ذلك، يستحب في الشريعة الإسلامية التصابي للصبي والنزول إلى مستوى عمر الطفل. في أثناء النص، لاحظ ما جاء في النص: بل أكثر من ذلك، يستحب في الشريعة الإسلامية التصابي للصبي والنزول إلى مستوى عمر الطفل. وهكذا كان يفعل النبي، فإن صفة التصابي في نفسها مذمومة إذا صدرت من الكبير أمام الناس من كبار السن، لكنها ممدوحة في هذا الموضع بوصفها وسيلة تربوية تبعث الثقة في نفس الطفل وتمنحه حبا كبيرا، مما يكون له أكبر الأثر فيما بعد في شخصيته. بل استوصى بالأطفال خيرا، فهو القائل: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، فما أرحم ديننا وما أرحم نبينا. عرض الطفل المعنف على المعالج نفسه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أحد الوالدين: المتابعة المستمرة للطفل سواء كان ذلك من قبل الاختصاصي أم أفراد الأسرة. وحبذا هذه الإجراءات، فلنتذكر دائما أننا مسؤولون أمام الله عز وجل عن أطفالنا، ولهم علينا حسن التربية وتوفير كل ما يحتاجون إليه وغمرهم بالحب والعطف والتسامح، وأن نكون لهم مصدر الأمان والاستقرار والملجأ الدافئ والحضن الحنون. ما بعد النص: الكدمات، جمع كدمة، أثر على الجلد ناتج عن ضربة ونحوها. المواثيق هي جمع ميثاق وهي العهود والاتفاقيات. التصابي وهي تصرف الإنسان الكبير، تصرف الصبيان، وهو الميل إلى اللهو واللعب. استعمل معجمك لإيجاد معاني الكلمتين الآتيتين: تقصر، الإغماء. نشاط، ورد في نص المطالعة أسلوب التعجب دل عليه مبينا الفعل الذي اشتق منه. نشاط الفهم والاستيعاب، في ضوء قراءتك هل تستطيع أن تبين مكانة الطفل في الإسلام؟